مساء الخير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الاثنين عادت الأجواء في عموم مناطق المملكة إلى الاستقرار، وسادت أجواء حارة إلى حارة جدا. نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة الآن. فترة السحور في العاصمة الرياض إن شاء الله 25 درجة مئوية مع أجواء صافية، نسبة الرطوبة خفيفة وسرعة الرياح خفيفة 2 كيلومتر في الساعة. نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة في عموم مناطق المملكة ابتداء شمال نهار الغد الثلاثاء. سكاكا بتسجل 38 درجة مئوية، أجواء حارة. ليلا 27، عرعر احتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية 38 درجة مئوية 27. ليلا تبوك 36 درجة مئوية وأيضا احتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية و24 درجة مئوية بتسجلها ليلا إن شاء الله. نستعرض الآن درجات الحرارة في المناطق الغربية والمدينة المنورة 40%، أجواء حارة 28 ليلا، جدة أجواء صافية ومشمسة 35 وبالليل 30 درجة مئوية، مكة المكرمة أجواء حارة 40 درجة مئوية نهارا 31 ليلا، أما الطائف 29 درجة مئوية وبالليل بتسجل 22 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها احتمالية لهطول زخات من الأمطار رعدية 27 درجة مئوية نهاراً 16 ليلاً، الباحة بين 25 و 17 وجازان أجواء صافية ومشمسة 34 نهاراً و 28 درجة مئوية بتسجلها ليلاً. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام، أجواء صافية ومشمسة 35 درجة مئوية نهاراً 24 ليلاً، حفر الباطن بين 39 نهاراً و 25 ليلاً، والإحساء درجات حرارة عالية 40 نهاراً و 25 درجة مئوية بتسجلها ليلاً. ننتقل أخيراً إلى المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض، أجواء مشمسة 37 نهاراً 25 ليلاً، بريدة بين 36 و 23 أيضاً أجواء مشمسة وصافية، حائل غيوم متفرقة 34 درجة مئوية نهاراً و 22 درجة مئوية بتسجلها بإذن الله ليلاً. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تصبحون على ألف خير.